افتتح البنك اللبناني الفرنسي اول اي برانش له بمنطقه مار مخايل، فيها 2 اي تي ام بالخارج وبالداخل، وفينا نعمل عملياتنا 24 على 24 7 ايام بالاسبوع، نحط بيناتهم كاش ونسحب كاش، ونحط شيكات ونسحب شيكات، ونعمل عده عمليات تانية. على هيدي الباد فينا نتعرف على كل السيرفيسز تبعول البنك اللبناني الفرنسي، بما فيهم السيموليشن والابلكيشن حتى على اللون، البيرسونال لون، اي لون، هاوسينج لون. اخترنا منطقة مار مخايل لأول إي برانش لأنها منطقة استراتيجية تجذب الجميع خصوصا الشباب.